إنما اللي صعب قوي إن الإنسان يكون على خلق ويكون خير ويجاهد نفسه ويكبح طمعه، دي هي مسألة صعبة. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي وإنك لعلى خلق عظيم، فعلا بيتوجه بالشيء الصعب، ما قالش وإنك لعلى علم عظيم، لأن ثبت إن العلم لا حيودي ولا حيجيب، ده العلم ممكن إذا أسأت استخدامه يجيب أجل الكون كله.